حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده مين الشخص المفتون بك سرا؟ ترى هو مين الشخص ده؟ هنعرف عنه وصف دقيق، وكمان هنعرف هو عاوز يقولك ايه دلوقتي. يعني هو مفتون بيك في السر، واكيد في كلام جواه عاوز يقوله لك. هنعرف عاوز يقولك ايه، وكمان هنعرف الشخص ده ترى ملامحه عامله ازاي، عمله، برجه، هو مين بالظبط. تمام، يبقى النهاردة هنعرف مين في الطاقة الحالية المفتوح بك سرا. طب القراءة دي تصلح لمين؟ تصلح لجميع الطاقات، جميع الطاقات يصلح معاها القراءة دي. هتكون بأول حرف من اسمك انت، وطبعا الحروف هتكون في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت، وهتبقى بالحروف، هتبقى بالأحجار. اوكي، يا بالحروف يا بالأحجار. الحجر الأول يكون حجر عين الهر، مجموعة رقم واحد، مجموعة رقم اتنين هتكون بحجر السترين، بتختاروا بالأحجار يبقى أول حرف من اسمك انت. وطبعا لو الفيديو عجبكم ياريت تعملوا لايك وتعملوا شير لأصحابكم عشان كمان يتفرجوا على الفيديو. ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت في الديسكريبشن بوكس أو في التعليق المثبت الأول. تعالوا بينا نبتدي. مجموعة رقم واحد، الناس اللي اختارت الحجر ده، ونشوف يا ترى طاقتك دلوقتي عاملة ازاي. مجموعة رقم واحد، تعالوا نشوف كده يا ترى طاقة مجموعة رقم واحد عاملة ازاي. يمكن الأغلب منكم بيعاني من أزمة مادية في الطاقة الحالية، عندك أزمة مادية، أو يمكن سايب شغل في الفترة دي، سايب شغلك أو مخنوق من شغلك ده، أو عندك مشاكل فيه مثلا مع زملائك أو مع رئيس العمل. المهم إن في أزمة مادية، أو يمكن احتياجاتك أكتر من الدخل اللي داخلك، فأنت بتشعر بأزمة مادية في الطاقة دي. ولو أنت مش بتشتغل فالطاقة دي مش ليك أنت، دي طاقة الناس اللي شغالة وتتفرج على القراءة، ف احتمال يبقى عندك أزمة مادية وبتخليك كده شاعر بالضيقة أو بالحزن في الفترة دي. أوكي، شايفة بقى لكل الطاقات إنك أنت في طاقة تقيد، أنت متقيد، زي أكنك متكتف، أكنك مش عارف تعمل حاجة في الفترة دي، مش عارف تتكلم أو تقول اللي جواك، أو مش عارف تقدم خطوة في حاجات كتير في حياتك. كل اللي انت حاسس ان انت عايز تعمله، حاسس انك عاوز تتحرر من حاجة، انت مخنوق ومتكتف من حاجة وحاسس انك عاوز تتحرر، عاوز تخرج من حاجة معينة او من احساس معين. عندك طاقات سلبية موجودة، وبالذات طاقة الحسد، في عيون عليك الفترة دي بتحسدك. انت قريب من ربنا، ولو انت مش قريب يعني ممكن يبقى في طاقة منكم قريبة من ربنا دلوقتي وبتدعي له، ولو انت مش قريب مطلوب منك انك تقرب من ربنا وتدعي له قوي بالفترة دي، لان يمكن اغلب امورك متعطلة، وخصوصا الامور العاطفية، وكمان يليها الامور المادية. ان اول حاجة انا شايفة ان انت مستني الحب الحقيقي في حياتك، ومستني الشخص الحقيقي يدخل حياتك. يمكن انت لحد دلوقتي مش قادر تحدد هو مين، مش قادر تعرف هو مين، يمكن بتخش في علاقات والعلاقات دي بص برضو 5 of coins. عندك مشكلة مادية، بالتأكيد عندك مشكلة مادية، ويمكن كمان مشكلة تتعلق بالقضاء،
ولو انت محامي يعني او بتشتغل حاجة خصوصا في القضاء والقانون، فانت فعلا عندك مشكلة بالنسبة لشغلك او عندك قضية، مش لازم تكون محامي يعني. اوكي، انت بتخش في علاقات، انت بتخش في علاقات والعلاقات دي ما بتكملش في حياتك، ويمكن كذا حد اكتشفت ان هو بص الصورة بتقول يعني بتعبر عن نفسها، بيقدم لها بوكي ورد وهو معاه سكينة مداريها، فمعنى ذلك ان ممكن تكون اتعرضت لخيانة، اتعرضت لخداع من شخص كنت بتحبه، عدم امانة، كل ده كان موجود وقلبك يعني شايف بما فيه الكفاية، فانت في انتظار الشخص المناسب. يعني انت عارف ان ربنا هيعوضك بشخص، وعارف انك ربنا هيحطك في الطريق الصحيح، بس انت اتألمت بما فيه الكفاية من علاقات سابقة ومش عاوز تكرر الموضوع ده تاني. انت شخص حنين ومعطاء جدا جدا من جواك، وبتهتم باللي حواليك بس مش بتلاقي مقابل ده، خصوصا لو انت من برج الميزان، لان الطاقة دي طالعالي، طاقة برج الميزان كمان طالع لي يوم 12، ممكن تبقى شهر 12 او يوم 12 ويوم 2 او شهر 2 ويوم 20 ويوم 13، تمام. وبالنسبة بشوف ناس بتقول لي طب انا مش يوم 12 ده يوم حد قريبي او يوم صاحبي او يوم، لا ملناش دعوة، انا بتكلم بقول ان الطاقة دي موجودة، يعني طاقة يوم 2 موجودة، ممكن تكون انت طاقة يوم 2 او شهر 2 وممكن يكون لا، مش لازم، بس دام الطاقة موجودة يبقى الطاقة أو القراءة مطابقة عليك أكتر، تمام. أو مثلا أنت مش برج الميزان، ينفع لك برضو الطاقة طالما الطاقة ماشية معاك أو سيناريو الطاقة ماشية معاك، مش لازم تكون برج الميزان، لكن لو أنت برج الميزان فتبقى الطاقة يعني واصلة واصلة يعني. أوكي طيب، يبقى دي طاقتك الحالية يا مجموعة رقم 1. تعالوا بقى نشوف الشخص اللي هو مفتون بيك حاليا، الشخص المفتون بمجموعة رقم 1، عايزين نعرف هو مين الشخص ده. يا ترى هو مين؟ نعرف كده صفاته. اوكي، وكمان عايزين نعرف الشخص ده ممكن يكون بيشتغل ايه مثلا. طيب الشخص ده كده اول ما تشوفه او اول ما تتعرف عليه هتحس ان هو شخص عادل جدا، شخص بيعمل بالانس او اسمها ايه، توازن بين قلبه وعقله، شخص ما بيحبش الدراما في حياته، مش شخص يعني اللي هو دراما كده ويعمل قصص ويعيش فيها وكلام من زي ده. على فكرة ممكن يكون فنان في حاجة معينة، يعني رسام، شاعر، يعني عنده حاجة معينة، اعمل كده الكاميرا شوية عشان تشوفوا معي، حاجة معينة هو مبدع فيها، تمام. بس هو شخص يعني المشاعر عنده فضفاضة، هو شخص بيعمل بالانس بين قلبه وعقله، ولكن يوم ما يحب صح يعني خد منه مشاعر بقى زي ما انت عاوز. شخص دايما يمكن حياته في دايرة، عمال يلف يلف، عمال يخرج من حاجة يخش في حاجة، بيخرج من مشكلة بيخش في مشكلة، بس هو الحظ معاه، الحظ حليف هذا الشخص، يعني يمكن بيخش في حاجات صعبة أو مشاكل صعبة بس الحظ بيكون جنبه. أوكي، شايفة ان الشخص ده تعرض لكارما في حياته، شايفة ان هو شخص بيفكر كتير قوي
طول الوقت دماغه عمالة تشتغل، طول الوقت دماغه عمالة تجيب في كلام قديم في حياته ويجيب في مستقبل ويجيب في الحاضر. يمكن الشخص ده بينام فترة قليلة قوي، بقاله فترة مش حاطط الزواج أو مش حاطط العلاقات العاطفية في حياته كمبدأ أول، يعني يمكن كان كده قبل كده، ولكن بقاله فترة لأ هو مش حاطط الموضوع ده في دماغه دلوقتي، أو بقاله فترة يعني مش حاطط موضوع الزواج أو إن هو يحب أو حاجة، سايبها زي ما تيجي. يعني لما تيجي كده ويحس إن عنده مشاعر تجاه شخص خلاص، لكن مش بيفكر إنه يرتبط. يعني في شخص مثلا يسيبها كده زي ما تيجي، في شخص يبقى قاعد ليل نهار يفكر إنه يرتبط إمتى وفين وإزاي ومين، ويحس مثلا ان الشخص ده كويس، اي حد يقرب منه يحس ان هو كويس او كده. لا هو بقاله فترة سايب الموضوع ده من دماغه خالص. شايفة انه مدمن على حاجة بصراحة، يعني ممكن يكون لو رجل او كده ممكن يكون بيشرب سجاير بكثرة، يعني عنده حتة شرب السجاير دي موضوع يعني ما يقدرش يستغنى عنه. وشخص عنده شغف، عنده شغف او عنده انجذاب للجنس الاخر، ده دي حاجة جواه بس بيقدر يسيطر عليها. تمام، هو شخص مسيطر بطبعه وبيعرف يسيطر على الأشياء اللي في حياته وبيعرف يسيطر على نفسه، ولكن بيجيله فترة من الاكتئاب أو بيجيله فترة كده بيحس إنه هو مش قادر يسيطر على حاجة، فبياخد بعضه وبينسحب وبيقعد لوحده. هو شخص قوي بس بيجيله فترات من العزلة. يعني الحتة دي تفيدك في إيه؟ لو هو دلوقتي في حياتك وظاهر مش في السر، يعني مش بيراقبك في السر أو منجذب ليك أو مفتون بيك في السر، فهتلاقيه ان هو شوية بيقرب منك وشوية تلاقيه ان هو بياخد جنب كده لوحده. ده لما بيكون فيها معنوياته صفر، بيبقى عاوز يبقى لوحده. طيب الشخص ده برضو ممكن يبقى عنده أزمة مادية حاليا، يعني انت عندك أزمة مادية وهو كمان يمكن دلوقتي في الطاقة الحالية بيعاني من أزمة مادية أو بيعاني من عدم ثبات في وضعه المادي أو في العمل بتاعه، شوية كويس وشوية وحش، شوية تمام وشوية في مشاكل كده كده وكده. بس الشخص ده ما بيتكسرش خالص. طيب لو جينا نتكلم عن مفهوم الشخص ده، شخص متوازن، لو حب يحب من قلبه بجد وهيدي كل اللي جواه، شخص مر بمشاكل كتير في حياته بس لا يعني الحظ دايما كان واقف جنبه وربنا دايما كان واقف جنبه، شخص بيحلل وبيدقق وبيراقب في صمت ودايما دماغه شغالة وما يبانش عليه، بقاله فترة شايل حتة الزواج أو الحب من دماغه وقايل زي ما تيجي تيجي، عنده شغف بالجنس الآخر بس ما بيبانش عليه وبيقدر يسيطر على حاله وعلى نفسه، ممكن يكون مدمن حاجة معينة خصوصا يعني سجاير أو حاجات زي كده، يعني دي حاجة هو مش قادر يبطلها ومش قادر ان هو ما يعملهاش. دي برضو هتلاقيها لو الشخص ده انت تعرفه فعلا وقريب منك وبتتكلم معاه تلاقيه على طول هو بيشرب سجاير، خصوصا لو هو رجل. يعني لما معنوياته بتقل بيختفي وبيبقى لوحده، ولكنه شخص يعني حقيقي من جواه، شخص حقيقي وطيب جدا من جواه، ما بيحبش الظلم، ما بيحبش يجي على حد ولا حد يجي عليه ولا يجي على حد تبعه. تعالوا نشوف الشخص ده ممكن يكون شغال ايه. الكروت عمالة تطلع لك اتنين اتنين. طب لو جينا نتكلم هنا، ممكن الشخص ده يكون حاليا هو في مكان غير المكان اللي انت فيه، يعني بلد غير البلد اللي انت فيها، يعني ممكن يكون كان صديقك او زميلك وسافر في حتة تانية، جارك قريبك وسافر، او ممكن تبقى اغلب كلامكم مع بعض مثلا على السوشيال ميديا، او اتكلمت معاه مرة او مرتين او ثلاثة ومن ساعتها هو بيفكر فيك او مفتون بيك. تمام، او الشخص ده بيشتغل محامي او ليه علاقة بالقضاء، لان طلعوا لي برضو الطاقة دي.
او ليه شغل خاص بيه هو. او ممكن يكون الشخص ده بيشتغل حاجة ليها علاقة بالتجارة، ليها علاقة بالاستيراد والتصدير، ليها علاقة ان هو بيسافر على طول، يعني حاجات زي دي، او اللي هو التداول او البورصة او الحاجات اللي هي داخلة مع بلد تانية او حاجة تانية، يعني مش حاجة بتاعت البلد اللي هو فيها بس، لا ممكن يكون بيتكلم مثلا او بيتعامل مع بلاد تانية او شغله بيحتم عليه كده، او ممكن يكون برضو من بيشتغل ك كمندوب مبيعات مثلا او بيسوق لحاجة معينة تبع الشركة بتاعته، الشركة اللي هو شغال فيها. يعني شايفة انه بيحب شغله، بس شغله ده مش يعني بيكفيه او بيبقى فيه دايما أزمة مادية عنده، او يعني بيبقى كده وكده، مش على طول كويس ومش على طول وحش. اوكي طيب، عايزين نعرف الشخص ده ممكن يكون برج ايه. الشخص ده ممكن يكون برج ايه؟ وعايزين نعرف الشخص ده يا ترى ملامحه عاملة ازاي؟ ترى الشخص ده ممكن يكون برج ايه؟ طبعا برج الميزان طلع لي. والله مش طالع لي برضو الا برج الميزان بس. ممكن نقول او برج مائي، او في رقم 11 او 5 او 7 او 9 في تاريخ ميلاده. طيب ملامح هذا الشخص عاملة ازاي؟ ممكن تبقى عينيه من العيون الصغيرة شوية، عيونه صغيرة بس جذابة، حواجبه تقيلة، ممكن تبقى سودة او بني، عنده لحية خفيفة، شعره من الجناب خفيف ومن النص كده تلاقيه مليان شوية، يعني فيه شوية ممكن يبقى الجبهة عنده عريضة ونازل كده على عريض برضو، من يعني الجبهة وعند العين كده عريض شوية وبعد كده نازل على رفيع. لو امرأة فهي شعرها متوسط، ممكن يبقى بني أو أسود، ولونها برضو متوسط، عينيها واسعة وبقها أو الفم يعني متوسط، وحواجب رفيعة مش تخينة أو مش تقيلة. وعندي هنا برضو لو امرأة، يعني لو انت رجل فممكن برضو نقول ان بشرتها لونها بيضة شوية، ولو رجل فشايفة ان عنده تفاحة آدم، بتبقى موجودة عند الرجال. لو انت امرأة فهو طوله اطول منك شوية، ولو انت رجل فانت اطول منها شوية. الشخص ده ممكن يكون بيحب يلبس الكحلي، لون الكحلي او الازرق، ممكن يكون بيحب برضو يلبس اللون الاسود، ولو امرأة بتحب تلبس اللون الابيض واللون الاخضر. بس لو امرأة عايزة اقول لكم ان هي نظرتها نظرة كلها ثقة وكلها قوة، دي لو امرأة. ولو رجل نظرته كلها غموض ما تفهموش. اوكي
طيب تعال نشوف الشخص ده ممكن يكون عايز يقولك ايه. ناخد ايه بقى؟ ترى الشخص ده عايز يقول ايه لمجموعة رقم واحد؟ الله الله، ممكن الشخص ده برضو على فكرة يبقى برج الجوزاء أو برج العقرب أو برج الحمل أو أنت، لأن الطاقة طالعة في الكلام اللي عاوز يقوله ليك، يعني طاقتك وطاقته موجودة. دي المسج أو الرسالة اللي عايز يوصلها لك. أولا كده هو بيقول لك إن هو منجذب إليك جدا على كل النواحي، سواء انجذاب روحي، انجذاب جسدي، انجذاب عقلي، عنده كل انواع الانجذاب تجاهك يا مجموعه رقم واحد. بيقول لك ان هو منجذب ليك وبيحس بيك من على بعد، ويمكن بيحلم بيك كمان، عاوز يعرفك ده. وكمان بيقول لك ان هو حياته غير مستقره بالمره، وعنده مشاكل وعنده ضغوطات، وتعبان قوي 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 في الفتره دي. يمكن كمان عاوز يوصل لك انه ان انت مسيطر على تفكيره جدا، وخصوصا خصوصا لو انت امراه ومن برج العقرب او من برج ناري. لو انت من برج العقرب بالتحديد، برج العقرب او برج ناري، برج الاسد مثلا او برج القوس او برج الحمل، فانت مسيطره جدا جدا على تفكير هذا الشخص. عاوز يقولك ان هو مفتون بيكي من بعيد لبعيد، يمكن بيتكلم معاكي اوقات واوقات بيبقى ساكت ما بيتكلمش، بيقرب وبيبعد، ولكن هو من بعيد لبعيد عنده انجذاب وتفكير فيك. اوكي، ولكن الشخص ده يمكن عدم بوحه بالتعبير ان هو مفتون او ان هو مفتون او معجب بيك، سواء رجل او امرأة. فهو بيعمل كده لان هو حياته غير مستقرة بالمرة، وبرضه هنا شايفة ان عنده مشاكل عائلية، وشايفة عوائق، وشايفة ازمات مادية كتيرة عنده، هو مش ملاحق بس واقف على رجله. يبقى مجموعة رقم واحد، الشخص ده منجذب اليك ومعجب بيك جدا جدا، وبيقول لك ان هو عنده مشاكل. يعني بصوا الراجل يعني متشال على نقالة وتعبان، كل ده يعني تنف صورت، فهو وصل للآخر يعني من التعب ومن الجهد في حياته. وعلى فكرة الكارت ده معناه انه بيغير كمان، يمكن عايز يوصل لك فكرة انه بيغير عليك برضو من على بعض. يبقى مجموعة رقم واحد دي المسج اللي عايز يوصلها لك ويقولها لك في الفترة دي، في الوقت ده حاليا. ودي مواصفات الشخص المفتون بيكم في السر. طيب تعال نخش على مجموعة رقم اتنين. الناس اللي اختارت حجر الاسترين، هنشوف الطاقة.
ترى طاقتك دلوقتي عاملة ازاي؟ فبتفكر كتير، ومن كتر التفكير ده بيجيلك صداع. يمكن في حاجات جواك انت شايف ان هي يمكن حقيقة. هفهمكم يعني ايه. في حاجات قصادك انت مش متأكد منها 100%، او تعالوا نقول اوهام مثلا، بس انت حاسس ان هي حقيقة بس مش متأكد منها في 100%. انت من الناس اللي ممكن كلمة تبني عليها موضوع كبير وتقول يبقى حصل كذا بسبب كذا، ويوم كذا الشخص ده قال لي كذا، وتربط الاحداث. فمن خلال الاحداث دي انت بتكون فكرة او سيناريو او موضوع. ممكن الموضوع ده ما يكونش ليه اي اساس من الصحة، بس انت تبقى حاسس ان هو صح، وتقعد تدور وتبحث وتشوف عشان تأكد بس احساسك. تمام؟ فانت دلوقتي في الطاقة دي، ومن كتر ما انت كده يمكن بيجيلك صداع وبتتعب من كتر التفكير والتدوير، وانك عندك نوع من انواع ما تسيبش الحاجة في حالها كده، لأ انت لازم تقلب كل حاجة علشان تثبت اللي في دماغك. طب تحب كده او انت من النوع ده؟ اوكي. كمان انت في انتظار شيء الفترة دي، يمكن في انتظار انك تتزوج، او عندك طاقة احساس انك خلاص بقى المفروض ان يكون ليك عيلة وبيت، والمفروض يكون في حياة سعيدة في حياتك. كنت في انتظار الوقت ده. يمكن بتفكر تسافر، او بتفكر تغير مكان، او تفكر انك تغير شغل، او تغير محيط، او تخش في محيط ناس تانية جديدة عنك خالص، او تتعرف على ناس. لاني انا شايفة ان انت حاسس انك عايز تتعرف على ناس، او تغير محيطك بناس تانية، تتعرف تروح حتة تانية من الحتة اللي انت بتروح فيها مثلا، تغير تتعرف على اصدقاء جديدة او الحاجات دي. شايفة كمان ان انت بتدعي ربنا يمكن في الفترة الحالية بحاجة، ونفسك ان هي تتحقق، وحاسس ان ربنا هيسمع منك وهيحققها لك. ان شاء الله ربنا يحقق لكم كل اللي عاوزينه. بتفكر بطريقة كبيرة قوي في الحب وفي الارتباط وفي الحياة السعيدة. ويمكن بيجي كده في دماغك حاجات اللي هو او مرحلة اليأس، اللي مفيش حد كويس ومفيش حد صادق ومفيش علاقة هتكمل لي، والكلام ده كله غلط. على فكرة انت اتظلمت في حاجة قبل كده، او في علاقة قبل كده، ومستني تعويض ربنا، ويمكن لحد دلوقتي مفيش. ليه؟ لان ربنا هيعوضك بحاجة كبيرة قوي 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 ان شاء الله. انت جايلك كارت الويل اوف فورشن، وده معناه انك ربنا مشخص لك شخص او حاجة تعوضك عن اللي حصل لك قبل كده. انت مستني تعويض ربنا، وان شاء الله التعويض ده جايلك قريب قوي، جايلك بالخير. يعني ربنا يعوضك بحاجة تفرحك. في سعادة قادمة ليك يا مجموعة رقم 2، في سعادة جاية لك. ممكن تكون من برج الجوزاء على فكرة. اوكي. طيب تعالوا نشوف يا ترى مين اللي جاي. المجموعة رقم بص، عشان قلت لك في حاجة جاية لك، فبقول مين اللي جاي. ان شاء الله الشخص المفتون بيك ده يكون جاي لك في الطريق، هيعبر لك عن مشاعره او عن اللي جواه. تعالوا نشوف مين الشخص المفتون بيك ده. يا ترى الشخص ده عمله ايه؟ بيشتغل ايه؟
ده شخص قافل على نفسه، ممكن يكون محيطه فيه ناس كتير، ولكن هو شخص قافل على نفسه دايما، بيحب يكون مع نفسه. يعني ايه؟ يعني ما يعرفش خصوصياته، ما يعرفش حياته لحد، حتى الأقرب الأقربين ليه. هو شخص ما بيحبش يشارك حياته مع حد، شخص أمين جدا على فكرة، ووفي جدا للناس اللي في حياته. ما بالك بقى لو هو أعجب بحد أو حاسس بمشاعر تجاه حد، هيكون برضو أمين عليه، ومش من النوع إنه إيه أنا معجب بده ومعجب بده ومعجب بده لا، مش هو مش من النوع ده. هو معجب بواحد يبقى واحد لحد ما يشوف إن الشخص ده تمام، ممكن يبقى معاه أو متوافق معاه. تمام، مش متوافق معاه خلاص الإعجاب ده هيتلاشى، ولو في حد تاني ممكن إنه يعجب بيه هيعجب بيه، لكن مش من النوع إنه يقعد يعجب بده وده وده ويعمل علاقات ويتكلم ده ويبقى فيه ناس كتيرة في حياته ومش عارف إيه لا. شايفة إن هو يمكن منفصل عن أهله، يعني عايش لوحده مثلا، أو ما بيتكلمش مع أهله كتير، أو مسافر في حتة بعيدة عنهم، أو بيشتغل لوحده أو كده، أو مش بيعرف أهله خصوصياته أو الحاجات اللي عنده أو كده. تمام، شخص حساس جدا بطريقة كبيرة، وأحيانا بيبقى ما بيقدرش يسيطر على نفسه وعصبيته وبينفجر. على فكرة مش عارفة ليه حاسة ان الشخص ده مسافر او راجع من السفر قريب قوي، يعني حد راجع من السفر قريب او هو بقاله فترة مسافر وهيرجع يعني او كده. اوكي، ان عنده طاقة سفر. برضو هنا طالع لي ان هو منفصل بذاته عن العالم، طيب عايزة اقول كمان ان هو يمكن من الاشخاص اللي بتخاف من الالتزام، بيخاف جدا من الالتزام وما بيثقش في حد، وبيخاف من الناس اصلا، يعني بيخاف من الناس وبيخاف من الالتزام وما بيثقش في حد. ظاهر ان الشخص ده شايف كتير جدا في حياته خليته بالشكل ده. كمان ممكن نقول عليه متشائم بعض الشيء، يعني دايما يقول انا ماليش حظ، انا ما عنديش خيارات كويسة، انا يعني دايما متشائم، او دايما بيجيب اللوم على نفسه، او بيجيب اللوم على الحظ او كده، مع ان الحظ جنبه، يعني الحظ جنبه دايما. هو مبيشوفش الكلام ده. ممكن يكون بيشتغل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا أو بالتواصل، ولكن هو ما بيحبش إنه يكون متواصل مع الناس. يعني إيه؟ يعني كأصدقاء ممكن يكون أصدقائه يتعدوا على الصوابع، عن اللي جواه ما بيقولش لحد عن اللي جواه، يمكن بيقول لنفسه بس. بس شغله بيتحكم، يكمل شغله بيتحكم فيه إنه يتكلم كتير يعني، أو يشرح مثلا كمدرس، يتواصل مع عملاء لازم يتكلم معاهم كتير في تواصل، او بيشتغل على السوشيال ميديا وبيتكلم وبيرد على الناس او كده. ممكن يكون صحفي، ممكن يبقى، بس يعني بص هو شخصيته غير شغله، يعني شغله بيتحكم فيه ان هو يتكلم ويقرب من الناس ويتواصل وكده، بس هو شخصيته هو لا، ما بيحبش ان هو يبقى مع الناس، بيخاف منهم، ودايما بيحب ان اللي جواه يبقى ليه ولنفسه. ممكن نقول كمان الشخص ده بيمر بحالة من الوحدة حاليا، او ان هو ساب الشغل بتاعه مش بيشتغل، وهنا برضو جايلي ان شغله فيه شهرة او فيه ناس، او بيشرح لناس، بيتكلم قدام ناس، بيقدم مساعدات، استشارات او سوشيال ميديا،
أو الشخص ده مسافر أو بيشتغل حاجة ليها علاقة بالمطبخ، يعني كشيف مثلا أو ليها علاقة بالأكل. بيحب شغله جدا على فكرة، بس الناس في شغله مش عارفين شخصيته الحقيقية. شخصيته الحقيقية زي ما انا قلتها كده، بس ما يبانش عليه. طب هو ده لو في حياتك ممكن تلاقيه شوية بيتكلم وشوية يقرب وشوية تلاقيه هو حابب انه يبقى لوحده ومقفل وكده. هي شخصيته الحقيقية اللي هو بيحب يبقى لوحده ويقفل وما يحكيش حاجة لحد، بس ممكن من كتر ما هو بيشتغل مع الناس وبيتكلم وبيتحاور وبيقرب وبيشوف ناس تلاقيه الحتة دي طغت شوية على شخصيته، فانت مش عارفه. اوكي. الأغلب الشخص ده مسافر. طيب، شخص يدوخ يعني مش مفهوم. لو في حياتك ففعلا الشخص ده مش مفهوم. الكروت نازلة بتقول حاجة، يعني هو شخص وعكسه. طيب تعالوا نشوف يا ترى الشخص ده برجه ايه. ويا ترى ملامحه عاملة ازاي؟ يا ترى البرج بتاعه ايه؟ طيب هو ما طلعش برج بعينه، بس طالع الاكتر هو من برج مائي. اوكي. تعالوا نشوف ملامحه عاملة ازاي. لو انت رجل فهي امرأة، ممكن يبقى الوجه بتاعها كده صغير، ملامحها صغيرة، شعرها قصير أو لحد الكتف. ولو انتي امرأة فهو رجل، ممكن نقول عليه رفيع، وشه نحيف، الأنف بارز والعيون بارزة، ممكن نقول فم صغير أو فم متوسط مع يعني تحسي كده ان هو الشفايف أو الفم يعني داخل لجوه كده صغيرة. ممكن لو انت رجل برضو تكون امرأة محجبة ووشها برضو نقول زي ما بيقولوا كده مسمسم، ملامح صغيرة، بيدي سن أصغر من سنه. عايزين نقول لو هو رجل فعنده لحية، أغلب الوقت سرحان، مبيضحكش كتير، ممكن نقول بيحب يلبس، أو أنت هتشوفه أو لما شفته لو انتي امرأة فهو بيحب يلبس اللون الاسود واللون النبيتي واللون الابيض، ولو انت رجل فممكن تكون شفتها او هي بتحب تلبس دايما اللون النبيتي او اللون الاخضر او اللون الابيض او اللون الازرق. اوكي. البشرة هنا وهنا متوسطة، ويمكن لو انت رجل فهي قمحوية شوية، يعني امرأة قمحوية شوية. لو انت امرأة فهو رجل متوسط اللون ويميل الى الابيض شوية.
وزنه متوسط سواء رجل أو امرأة، أو يميل إلى الرفع شوية، رفيع يعني. بس لو جينا نتكلم على الوجه، هو رجل وشه رفيع، تمام؟ تعال نشوف الشخص ده عايز يقولك ايه بقى. الشخص ده عايز يقول لك ان هو طلع من علاقة صعبة، وعلاقة يمكن كان فيها خيانة كمان، او فيها كسر قلب او كده. على فكرة ممكن يكون الشخص ده منفصل، يا منفصل من علاقة زواج، يا منفصل من علاقة خطوبة أو علاقة عاطفية دامت لفترة طويلة، والشخص اللي معاه ده خانه، ويمكن خانه مع حد يعني قريب منه، يعني خانه مع صديق، خانه مع حد قريب قوي، فمعلم عليه قوي الموضوع ده، والكلام ده ما بيقولوش لحد خالص. طيب ليه هو عاوز يقولك انت كده، او ليه الطاقة دي ظهرت؟ لانه هو حاسس ان انت شخص قريب منه قوي. مش لازم تكونوا بتتكلموا 24 ساعة مع بعض علشان يحس بكده. وحاسس ان روحه قريبة من روحك، وحاسس انك انت مختلف عن الناس. طيب لو جينا نتكلم عن مشاعر، هو عنده شغف جسدي قوي تجاهك، تمام، وبيحس بالراحة في قربك، او لما يتكلم معاك، او نشوفك، او ايا كان، سواء كل واحد على حسب طاقته بيحس بالراحة. بس الموضوع اللي حصل له ده، او الخيانة، او الجرح اللي حصل له ده، زي ما انتم شايفين كده في الكارت بالظبط، ماسك ايده، خليه مش عارف يشوف حياته، دايما يفكر ويبص دايما يفكر ويبص على اللي حصل له قبل كده، وكأنه الحاجة دي حصل له لسه دلوقتي، فحصل له صدمة. الشخص ده، الشخص ده مصدوم. انا قلت يعني هو مش طبيعي الشخص ده، لا ده حصل له صدمة. بصوا تاني ال 3 of swords، يعني ده هو ده الكارت، ده هو الكارت ده، ده حصل له صدمة، صدمة كبيرة قوي ومخلياه. شوف لما الواحد يبقى عاوز يروح في مكان بس ممسوك كده، مش عارف يتحرك، هو مش عارف يتحرك ومش عارف يعمل حاجة في حياته، لأن حصل له صدمة كبيرة في حياته، خليته شخص غير الشخص، خليته خايف من الناس، مش عايز يقرب من الناس، كره الناس، تمام. بس انت الوحيد اللي حاسس ان انت جواك نور، انت بتطلع نور، انت شخص كده قريب من روحه، شخص مختلف، لأن ده كارت ذا ستار، النجمة، انت نجمة، شخص بيتمناه في حياته، شخص شايف منه الخير، او حاسس ان في جواك خير كتير. الشخص ده معجب بيك جدا، مش هقدر اقول ان هو في مشاعر حب، هو معجب بيك جدا ومرتاح لك جدا، وحاسس انه يقدر يثق فيك عن الناس اللي حواليه، وعنده شغف جسدي كبير تجاهك، تمام. ده يمكن اللي مش قادر يقوله لك، بس هو ده اللي جواه حاليا ناحيتك، وعشان كده هو مفتون بيك في السر. اوكي، طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير لاصحابكم علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، ولو حد محتاج يحجز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، هتلاقوه دايما تحت عندكم في الديسكريبشن بوكس وفي التعليق المثبت الاول. واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.